أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من كلمة قص على راديو مدنين والتلفزة تي في. حلقة جديدة بعد غياب الأسبوع الفارط، ما كناش موجودين للأسف لأسباب مختلفة، لكن كما العادة نعود إليكم هذا الأسبوع بحلقة جديدة، مواضيع جديدة، ويرافقني فيها كما العادة الدكتور محفوظ غزال. مرحبا بك. عايشك فرحان. اليوم عندنا إطلالة أخرى معنا، موجودة معنا السيد أحمد الملومي. أخويا شرفتنا، مرحبا بك. مرحبا بك فرحات، مرحبا بك سي محفوظ، مرحبا ضيف نسيب رياض، مرحبا بكل الناس. يحضر معنا زادة سي رياض بشير، رئيس جمعية التنمية والدراسات الاستراتيجية. مرحبا بك. مرحبا بك وشكرا على الدعوة. شكرا شكرا. أنا قبل ما ندخل معكم في تفاصيل الحلقة بتاع اليوم، مواضيع الحلقة بتاع اليوم، عندي رسالة باش نوجهها من خلال صديقي مأمون شيخ إبراهيم، اللي هو صديق فلسطيني، يوجه نداء للشعب التونسي كافة، ذلك وبالنظر إلى حالة شقيقه هيثم شيخ إبراهيم. هيثم شيخ إبراهيم هو أسير فلسطيني محرر يعاني من داء سرطان الحنجرة، أطفاله يصرخون عبر وطنهم تونس لإنقاذه من هذا الغول الذي تمكن منه. للتبرع لعلاج مريض السرطان في كامل تراب الجمهورية، رجاء إرسال رسالة SMS فارغة أو يكتب بها حرف B على الموزع الصوتي 85 510. على كل مشغلين سعر الرسالة دينار مليم، 1000 مليم دينار فرنك، مع الشكر والتقدير. على الهاتف معنا مأمون شيخ إبراهيم، شقيق الأسير المحرر هذا المصاب بداء السرطان، باش يحدثنا بأكثر تفاصيل حول حالة شقيقه. مأمون مرحبا بك. أهلا بك صديقي فرحات، يسعد مساك وشكرا على الاستضافة. شكرا. ويسعد مساء جميع المستمعين والمشاهدين. حبيبي عندك الخط مفتوح باش نفهموا منك شنو الوضعيه نتاع شقيقك هيثم، وباش ناخذوا اكثر تفاصيل، وهذاك النجم نمروا الرساله باكثر وضوح للناس اللي بحول الله باش تكون معنا. نعم صديقي، اول شيء بحب اشكر كل انسان تبرع دينار لحتى هاي اللحظه منذ بدايه الترخيص من رئاسه الحكومه التونسيه وجميع التراخيص الهيئه الوطنيه للاتصالات والهايكا بالترخيص، انه نحكي عن الموزع كما تفضلت في حضرتك. صديقي هيثم منذ 9 شهور بيعاني من سرطان في الحنجرة، وهو مريض استثنائي عنده شيزوفرينيا حادة أيضا بالإضافة للسرطان في الحنجرة في مرحلة متطورة جدا، لازم يعمل عملية جراحة أو عملية ترميم للحنجرة. للأسف هلأ رام الله فيها برد قارس يعني جدا، درجة الحرارة متدنية، وفي الأيام اللي فاتت نزل ثلج. ندعو جميع المواطنين التونسيين اللي بيسمعونا والجنوب التونسي اللي بنعتز فيه وكامل تراب الجمهورية انه يتبرع على الرقم 85 510، كما تفضلت حضرتك قيمة المسج دينار. اللي بدي احب اكد عليه صديقي انه حالة اخوي صعبة جدا، بحاجة ان ننقله من رام الله على الاردن ومن ثم من الاردن الى تونس للعلاج، وهي تكلفة عالية مبدئيا تتجاوز $20,000، هذا قبل البدء في العلاج صديقي. ولكن حتى نجمع هاي الفلوس احنا عندنا ديدلاين، يعني في عندنا تاريخ نهاية التبرع اللي هو 26 فبراير 2020، وبعدها بصير كل انسان مشترك معي بالهم وبالشيء اللي راح يصيبنا. انا بتمنى انه ننقذ اخوي اللي عنده 3 صغار، وانا كمان عندي زوجتي ولادي 4 صغار انا مسؤول عنهم. بتعرف صديقي فرحات يعني البعد مهم جدا والوضع صعب جدا. بشكر سفارة فلسطين لتدخلها يعني واهتمامها في الموضوع حاليا، وعمالنا نتواصل معاهم على تأمين العلاج. الفترة الأولى كانت علاج في فلسطين، ولكن توقف علاجه بحكم الإمكانيات الطبية حاليا لا تسمح في فلسطين لعلاجه، وبالتالي الدينار اللي احنا نطلبه من الشعب التونسي هو من ينقذ عائلة كاملة من 11 نفر بالإضافة لأخوي المريض. يا رب تكون الرسالة وصلت مأمون. احنا بطبيعتنا من هذا المنبر ندعو جميع الشرفاء التونسيين، اكيد التوانسة باش يكونوا دائما كما كانوا وكما اعتادوا دائما مع اي انا
عندي فيكم منيح من يوم تنجيت درست. أنا لجأت يا صديقي فرحات البلد اللي درست فيها وتعلمت فيها، لأنه كل أصدقائي كيفك كلهم ماسكين مناصب إعلامية والكل عماله بيعاون، ولكن بطلب من الشعب التونسي اللي دمنا مختلط في دمه إنه ما تنسوا ابنكم هيثم وما تنسوا ابنكم مأمون، وتذكروا تاريخ 26/2/2020 هو نهاية التبرع، وبالتالي ما تخلوني أرجع مكسور الخاطر وأتصل في أخوي وأحكي له ما قدرت أعمل لك شيء في تونس. أنا نأكد لك ماكش بيشترجع مكسور الخاطر، لأنه التوانسة عمرهم ما بخلوا بحتى حاجة على أي فلسطيني أو على فيما يخص. هذا الشيء اللي متأكد منه صديقي، وخاصة في هذه الحالة وهذا الداء الذي ينخر جسد هيثم، إن شاء الله ربي يشفيه، وإن شاء الله التوانسة يكونوا متجاوبين على الموزع الصوتي 85510 رسالة فارغة أو تحمل حرف بي، رسالة سعرها دينار فرنك، نصور ما يقلق حتى حد. إن شاء الله إن شاء الله رسالتك وصلت يا مأمون. إن شاء الله يا رب، وبدي دعواتكم الجميع لكل اللي بيسمع حتى لو ما شارك الدينار يدعي لي ويدعي لأخوي الله يفك أزمتنا ويشيل الابتلاء اللي عنه، لأنه ربنا لما بيحب حدا بيبتليه، ويسعد مساكم ومساء جميع المستمعين والمشاهدين. شكرا مأمون، بارك الله فيك، تحياتنا صديقي. الله يخليك، إلى اللقاء، باي باي. إذن أعزائي المشاهدين، بعد المداخلة نتاع مأمون وشيخ إبراهيم فيما يخص شقيق هيثم شيخ إبراهيم، إن شاء الله تكونوا متفاعلين معهم على الموزع الصوتي 85510 برسالة فارغة أو تحمل حرف ب، سعر الرسالة 1000 ملي. هذا ما قلق حتى حد، مرة أخرى نعاود ونكرر مثالش، لأنه الحالة تستدعي أن نتلفوا مع بعضنا مهما كانت الصفة ومهما كانت النتيجة. نعود بعد هذا الفصل. نعود أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة جديدة من كلمة وقص على راديو مدنين والتلفزة تي في، واليوم باش نبدو البرنامج بفقرة جديدة، فقرة عنوانها بالأبيض والأسود مع محفوظ غزالي. نحب نكتشف من الفقرة دي خطر بعد شرفك. هي فقرة من عمق التاريخ، يعني نحاولوا أن في كل حلقة نقدموا حاجة متصلة بعمق تاريخ مدنين، يعني كيف نحافظوا على بعض الخصوصية، علما أن البرنامج يعني كما حكينا ديما هو برنامج منفتح على الشأن الوطني والعربي والعالمي والإقليمي، لكن ثم بعض الخصوصيات اللي حبيناها تكون في البرنامج. اليوم اخترت ذاكرة المقاهي، وهي سلسلة كنت نكتب فيها على صفحتي، في كل مرة نحكي على مقهى وأنا من عشاق المقاهي بشكل كبير. اليوم اخترت طبعا هذا اللي يدخل في الجانب الإشهاري لكن هي من التاريخ، مقهى القدس مدنين، تاريخ قديم. نقول على الشارع الرئيسي للمدينة قبل بلوغ القنطرة توجد مقهى القدس، ذاكرة قديمة تعود إلى سنوات الثمانين فما بعدها. كنت في 15 من عمري تلميذا بالسنة 5 من التعليم الثانوي، ثانية ثانوي اليوم، وكان الفجر الكاذب كما سماه المناضلون في بداياته. كنا نلتقي في هذه المقهى متحلقين حول نوفو، وهي الكابوسان مع ملعقة نستلي أو أرلانجي، مجموعة كبيرة تتقاسم قهوتين ويتلذذ أفرادها بدخول صف الرجال. عنوانه الجلوس في المقهى وبدايات متفاوتة المراحل للتدخين. كان لي موعدان ومجموعتان، الموعد الأول مجموعته من أصدقاء الدراسة، نختلس ساعات الفراغ للالتقاء، وأغلب حديثنا عن القسم والمعهد، قليل من حديث الدروس وكثير من الحديث عن الفتيات، نتحدث عن قصص حب موهومة وفاشلة جدا. الموعد الثاني كان ليليا حين ينام الناس، فأتسلل من البيت في حذر للقاء مجموعة أخرى أغلب أفرادها إما من المتمردين على الالتزام العائلي بعدم السهر، وإما من المعطلين عن العمل وهم كثيرون. لم أجد عناء في التردد على المجموعتين،
ولا إن كنت في المجموعة الأولى عنصرا رئيسا قارئا للشعر راويا للقصص مغنيا مشاغبا فإنني هامشي في المجموعة الثانية الهامشية بدورها تتخذ من الليل سهرا وسكرا. كانت أغلب أحاديثها حول بطولات بندية البلاد وأعلامها يتفننون في أداء النكت. كانت طويلة الليل وفيرة مرغبة تتواصل إلى آخر الليل تنتهي في الغالب بجلب الخبز من مخبزة تقع تحت المقهى ننزل لها بسلم ومع الخبز يحضر الزيت وقهوي حليب. تنتهي الجلسة مع الفجر وكان علي أن أحتسب الوقت بدقة لأعود إلى البيت مسافة كيلومتر ونصف تقريبا وأنتظر خروج أبي لصلاة الصبح فأتسلل إلى البيت وكان في الغالب يفطن لي فتكون النهاية المعلومة. ذاكرة مقهى القدس مكينة في قلوب ذلك الجيل الذي أذكر منه صديقي المرحوم سامي الحرابي وغيره كثير. اليوم أشرب قهوتي في المكان نفسه لكن المقهى الذي كان في الأعلى أنزلوه إلى مستوى المخبزة المذكورة وحل مكانها محل كبير لبيع الملابس المستعملة. بالكاد يتسلل إلى جلستي وحيدا الآن عبق الماضي لا شيء كشيء تغير كل شيء حتى طعم القهوة. كنت بالأمس سعيدا برشفتين مع الأصدقاء واليوم سيل القهوة المتوفر لا يغني عنهم. لم يعد للأشياء طعمها وليس عامل السن هو الذي أفسد المتعة فمتعة الأربعين ذات رونق وجمال ولكن البلاد على ماليها فإذا تفرق الأحباب أيادي سبأ فقد المكان بهاءه. ذكريات جميلة رغم كل شيء أذكر منها في بداية التسعينيات صدور أغنية من غير ليه لمحمد عبد الوهاب كنت أحفظها بتفاصيلها وكان العشاق يتهادونها فقط لوجود لفظ الحب فيها. اليوم فهمت معناها يوم تفرحنا ويوم تجرحنا وانت رحنا ولا حتى جميل جميل النص اللي اسمع ثم جمله من الذكريات معناها تتدافع وانا نشك الجماعه اللي تحت الأربعين انهم يدجبوش هو بالفعل يعني فرحات يعني تقريبا بعض المقاهي في مدنين كما نقولوا قهوة القدس ولا قهوة أفريقيا ولا قهوة الموبيل قهوة الفلة زاد المونديال وقهوة الأولمبيك مؤخرا اللي تغيرت مكانها وفتح مكانها فضاء جديد. يعني تقريبا المقاهي هذوما اللي تكتب فيهم تاريخ مدنين ويعني حتى اللي كان اللي زاروا مدنين ومن كبار المسرح من كبارات المسرح والفن في اللي كانوا يجوا المدنين ويعرضوا في مدنين يعرفوا القهوة هذه قهوة أفريقيا في مدنين كان نقاش المهرجان مسرح التجريبي يصير فيها تقريبا للفجر. يعني المقاهي في مدنين هي جزء من تاريخ المدينة طبعا وأحلى مكان يتحكى ويدور ما بين الجميع هو حديثا في الحب. كان في الغالب كان تسللا يعني يتسلل الإنسان إلى هذا الحديث تسلل لأن ثم شعور بأن الفترة مناسبة للحديث عن الحب وهو جمال الحب في تلك الفترة أنه قائم على كونه هروب من واقع أنت ماكش فاهمه. يعني لم نبلغ بعد سن أنك تفهم الواقع بتفاصيله لا جانب سياسي وكذا علما أن اللي تولد في السبعينات من 72 وانت ماشي ما خلطوش لا في التعليم الثانوي ولا في الجامعة على النشاط السياسي والنقابي الكبير. يعني ده وقتها بدأت تضرب بيد من حديد وكانت النشاطات هذه غابت فالجانب التكويني السياسي أو الفكري مكانش قوي فنميله في الغالب يعني لبعض الكتب أدب إيه حضارة إيه لغة لكن في الغالب يعني يكون حديث الحب هو أمتع أنواع الحديث ولله درب نزار نزار الحب في الأرض شيء من تخيلنا لو لم نجده عليها لاخترعناه. أنا يبدو لي باش نمشي للفقرة الثانية خاطر كان باش يكملوا في الحديث هذا حتى برنامج الحلقة كان باش نلغوه ويطول الحديث فقرتنا الثانية مع سي أحمد اللملومي بعنوان كابتور.
كابتير فرحات هي فقرة نعملوا فيها في كل مرة كابتير على موضوع على شنو حكوا التوانس على مواقع التواصل الاجتماعي في الأسبوع هذا شنو تحكي خاصة في علاقة بدرجة أولى بمدنين ومن بعد في الشأن الوطني. فقط حبيت أن نوضح يعني تواجدي في البلاتو اليوم في بلاتو كلمة قصة تحية لسوسن مبروك اللي متواجدة في مدينة المهدية في طرابلس وأكيد بشترجع على الأسبوع القادم. بالنسبة لكابتير أول كابتير باش نتحدث عليها في فقرة كابتير هي الصديق والأخ جعفر الجسمي اللي نترحمه على والدته اللي فقدها آخر الأسبوع الفارط. إن شاء الله ربي يرحمها وإن شاء الله ربي يصبر جعفر الجسمي و يعني أكيد حتى طبعا نترحمه على أمنا ناني تلك المرأة الطيبة. أنا واحد من الناس مشيت لدارها وكليت مكلتها وتفرشت فراشها وتغطيت أختها الله يرحمها وينعمها الله يرحمها وربي يصبر العائلة الكل من عم محمد الجعفر الصابر البلاد الكل ومكانتها مكانتها عن جعفر يعني تقريبا والدة جعفر حتى اللي ما يعرفهاش عرفها يعني جعفر كانت حاضرة معاه حتى في العروض المسرحية. أنا حضرت بعض العروض المسرحية لجعفر الجسمي اللي كان يتصل بها وسط العرض المسرحي وكانت هي مريضة من السبيطار يتصل بها يعني بالنسبة لجعفر وهي ككل أم يعني في الدنيا علاقته كانت كبيرة ياسر بأمه فربي يرحمها مرة أخرى وربي صبر جعفر ونجاح وكل العائلة. بالنسبة للكابتير الثانية اللي باش نتحدث عليها اليوم كابتير انشرها الناشط في المجتمع المدني في مدينة مدنين منير كسيس يتحدث فيها على في مثل هذا اليوم اللي نصوره فيها نصوره بالاثنين لجنة البناءات والتجهيز بوزارة التعليم العالي زارت الموقع المقترح لكلية الطب في مدنين بدعوة أنه باش تبدأ الدراسات وباش تبدأ أشغالها المشروع اللي تنتظره جهة مدنين لكن وكأنها كانت نهاية هالمشروع هذية. اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي نتحدث على مستشفى في الصين تم إحداثه في 10 أيام لمقاومة فيروس كورونا هذية مشروع كلية الطب مدنين المشروع اللي ينتظروها أهالي مدنين منذ سنوات ولليوم مراش النور. باش نواصلوا من كلية الطب باش نمروا للكابتير الثالثة والأخيرة وهي نحب نقول مبروك لدكتور محفوظ غزال رباعية الخيام في ربوع المغرب العربي اللي أعاد صياغتها الدكتور محفوظ غزال ومؤخرا صار حفل توقيع في مدينة جابس أكيد هو إن شاء الله تكون الفرصة ويحدثنا على رباعية الخيام. إن شاء الله مبروك ودعوة الناس إنه تكتشف رباعية الخيام بصياغة محفوظ غزال. كابتيرات هذه ماش كابتير هي طبعا هي ثم كابتيرات تأسف كيف الكابتير بتاع شو اسمه كلية الطب ولكن ثم كابتيرات زادت فرح أكيد رباعية الخيام وترجمة الدكتور محفوظ غزال إن شاء الله مبروك وإن شاء الله نشوفوه يا أخوي الكتاب هذا ونطلعوا ليه ونوقع قريبا إن شاء الله قريبا إن شاء الله. طيب بعد الفقرتين هذوما باش نمشوا توا للمحور الأول لحصتنا اليوم اللي هو يهتم بمشاركة الشباب في الشأن العام. هذاك علاش موجود معنا سي رياض بشير رئيس جمعية التنمية والدراسات الاستراتيجية معنا اليوم في الحلقة. مرحبا بك سي مرحبا بك مرة أخرى ومشكورين على الدعوة. تحية لراديو مدنين تحية للتلفزيون تي في تحية لكم للبرامج المتميزة اللي قاعدين تقوموا بها واللي قاعدين توصل بصفة مباشرة للمواطن بمدنين وحتى خارج مدنين يعني ثم إشعاع كبير برشا للبرامج بتاعكم يعطيكم الصحة لكلي بارك الله فيك. مسارسي سي رياض حكينا شوية على جمعية التنمية والدراسات الاستراتيجية هذه شنية أهدافها شنية أمورها بالضبط. هي جمعية التنمية والدراسات الاستراتيجية تأسست في 2012 بطبيعة كان هدف بتاعنا هو المساهمة في تحقيق تنمية متوازنة في ولاية مدنين وفي منطقة الجنوب الشرقي بصفة خاصة
يعني نعرفوها منطقة مهمشة تنمويا. وممكن أنا كشغلي كباحث وأستاذ جامعي في الاقتصاد خلاني نفكر في الموضوع هذا من يعني من بعد الثورة، كيفاش كباحثين وكيفاش كشباب نساهموا عبر المجتمع المدني في تحقيق يعني تنمية محلية. وكانت البداية بمجموعة من الأفراد اللي أسسنا الجمعية هذه، وقمنا بعديد الأنشطة مع عديد المنظمات والإدارات سواء على مستوى محلي جهوي وطني وأيضا حتى دولي، وشاركنا في عديد الملتقيات الدولية وقمنا بعديد الأنشطة. مركزين على شباب، مركزين على دعم دورهم في الحياة المحلية، في الحوكمة المحلية، في المساءلة الاجتماعية، دور المرأة، دور المرأة في المجتمع، دور الشاب في خلق الثروة، أيضا دور الشاب في توجيه سياسات التنمية المحلية، وهذا هام جدا اليوم خاصة قاعدين نشوفه في الوضع العام، قاعدين نشوفه في نقص نوعا ما مشاركة الشباب، وهذا اللي خلانا كمجتمع مدني نبادروا على الأقل باش نهيئوا يعني المجال للشباب يشارك في الحياة العامة. سامحني فرحات ما خطر على بالي، يعني الاسم جمعية التنمية والدراسة الاستراتيجية، كلنا يعرف اللي كنا مدنين في ديوان تنمية الجنوب اللي هو مؤسسة معناها كبرى على المستوى ما فيها، يعني ما نعرفش حتى شيء على إنجازاتها، لكن ما كان كانت الجمعية أمام ديوان لتنمية الجنوب لوديس، يعني كيف ترى العملية؟ والله هو كل واحد وعنده الدورة بتاعه. ديوان تنمية الجنوب هو يأتي في إطار ثلاثة دواوين، يعني تم تأسيسهم في أواخر الثمانينات لتحقيق التنمية في المناطق الداخلية، ثم ديوان الوسط الشمال الغربي، ديوان الوسط الغربي، وديوان الجنوب اللي فيه عديد الولايات واللي فيه نلقوا الإدارات الجهوية للتنمية. بطبيعة هو عنده مهام بتاعه يعني كإدارة مؤسسة عمومية أو منشأة عمومية، ولكن احنا كمجتمع مدني الدورة بتاعنا ممكن مدمم أو داعم ليه. كيفاش؟ هو حتى الدراسات اللي قاعدين نقوموا فيها هي دراسات تنبع من رؤية المواطن بصفة مباشرة، تعتمد على استمارات ميدانية، تعتمد على الملتقيات اللي قاعدين ننظموا فيها، وثم يقع نشر بعض الدراسات، وهذا بخلاف الندوات بطبيعة دورنا مرتبط. احنا مثلا مع ديوان تنمية الجنوب او مع معهد مناطق قحلة او عديد الادارات المحلية او حتى الوطنية المهتمة بالتنمية نظمنا عديد يعني الملتقيات مع بعض ومواصلين في العمل هذا. يعني كل الهدف بتاعنا هو خلق التنمية في جهتنا، ولو هذا يتطلب مزيد من الوقت لنحو، لانه نعمل في تنمية عادلة، تنمية متوازنة، تنمية تقطع ممكن مع التهميش اللي صار سابقا في سنوات هذه، وهذا يطلب دعم وطلب مجهود جميع الاطراف سواء المجتمع المدني او الادارات. طيب مشروع المجلس الشبابي للحوار اللي هو عباره على منصه للحوار حول كل ما يهم الشان العام في مدنين وخاصه جانب التنميه، هذا مشروع جمعيه ولا؟ بالضبط، هو الفكره جت في 2017. هو علاش؟ خاطر لاحظنا ثم نقص في مشاركه الشباب في الحياة العامة سواء على مستوى محلي وحتى على مستوى وطني، قاعدين نشوفوا ثم نقص كبير، ورغم ان نعرفوا اللي الشباب اول من بادر او المساهمين في خلق او في يعني ثورة 2011 هو الشباب، ولكن ممكن نتائج ثورة ما جاتش عند الشباب، وحتى يعني المشاركة بتاعه قلت نوعا ما على في قاعدين نلاحظوا فيه هذا حتى المستوى السياسي، ثم نوع من الاحباط يعني العزوف والاحباط اللي قاعدين نلاحظوه حتى في الانتخابات، يعني اللي مرت سواء 2014 انتخابات البلديه، في الانتخابات الفارطه ثم نوعا ما من التحسن اللي لاحظناه. احنا في 2017 كانت فكره في تاسيس مجلس يكون حوار، يكون يجمع يعني سواء الشباب الطلابي، شباب يعني ممثلي بعض الجمعيات اللي يحبوا يشاركوا يعني في ابلاغ رايهم وغداء تصوراتهم بهدف تحقيق التنميه. وكان تاسيس المجلس هذايا واللي ركزنا سواء على زوز محاور كبرى اللي هما التنمية المحلية ودور الشباب في مقاومة التطرف. التنمية المحلية من خلال دعم دور الشباب في العمل البلدي في مفهوم اللامركزية بصفة عامة، دعم دوره في المساءلة الاجتماعية، دعم دوره خاصة في إبلاغ على تصورات أو رؤى الأحياء اللي يسكن فيها، والموضوع الثاني هو موضوع مقاومة التطرف سواء الخطاب المتطرف أو التطرف بجميع. طيب سريان باش نرجع بيك أنا بسؤال، ثقافة المشاركة الشبابية في الشأن العام قبل الثورة وبعدها كيفاش تراها، كيفاش تقيمها؟ والله المشاركة الشبابية قبل الثورة أنا راها
أغلبية الحال ماشي في العمل الرياضي، يعني في نشاط رياضي كان يعني الشباب أغلبيته مواجه نحو تشجيع الفرق، فرق الكبرى، ثم نوعا ما محاصرة للنشاط الشبابي. ما نحكيش على الحزب الحاكم، نحكي على شباب الحزب الحاكم، نحكي على الشباب بصفة عامة. كان بعض المحاولات من خلال الجامعة، من خلال يعني طلبة، وكانت يعني تحركات ليهم، وهذه نعرفوه يعني تقريبا من تحركات عديدة في الجامعات، يعني من نفكر كل الأحداث اللي صارت في وقت الزيارة في قمة المعلومات في تونس، والحركة الشبابي والندوات اللي انتظمت في تلك الفترة. لكن كما قلت لك قبل الثورة، حتى التعبير أو التعبير عن الوضع المعيشي، يعني من البطالة، من فقر، من تهميش، كان أكثره في الملاعب الرياضية، كان أكثر من الشباب من الملاعب الرياضية، وكان ثم حتى هذيك النوع ما بعض الصراعات، سواء مع كان على مستوى التعبير هذا بالضبط. وما بعد الثورة، بعد الثورة بطبيعة صار يعني تغيير كامل، تغيير كامل. بعد الشباب هو اللي قام بالثورة، هو اللي انطلق في الثورة. يعني الأسباب الرئيسية هي الفقر، البطالة، التهميش، يعني يكون في يقولوا شغل، حرية، كرامة وطنية، هذه الشعارات اللي رفعها الشباب، ثم يعني أصبح جميع المواطنين في تونس يرفعوها. بعدها الشباب يعني فيها منه انخرطت في العمل المدني، ثم فيها أيضا مشات العمل السياسي، ولكن نقصت، قاعدين نقصت. علاش؟ قاعدين نشوفوا في الصراعات السياسيه، قاعدين نشوفوا اللي النتائج ممكن حتى على مستوى اقتصادي، مستوى اجتماعي، ما تخليش الشباب يامل في بعض الاحزاب او في بعض يعني الاطراف الفاعلين في السياسه، خلتهم عزوف او عدم ثقه نوعا ما، ثم ما بيناتهم وما بينات الشباب. ثم عدد هام انخرط في العمل المدني، وهذا قاعدين نلاحظوه، رغم ان العدد بتاعهم هذا السؤال معناه تحديدا شتي المجالات اللي شهدت معناتها نشاط شبابي واقبال من الفئه الشبابيه هذه. وسامحني رياض وحتى فرحات قبل ربما للمجالات اللي نشط فيها الشباب، هو ممكن قال انه جزء من الشباب انخرط في العمل السياسي، جزء من الشباب انخرط في العمل البدني، لكن جزء من الشباب ايضا انخرط في تيارات اخرى، جزء كبير من الشباب اللي غادر البلاد سواء عن طريق الهجره غير الشرعيه، سواء عن طريق الاستقطاب في الجماعات المطرفه. يعني جزء كبير من الشباب هذه اللي كان طريقه غير الطريقة السوي، غير الطريق اللي هو يعمل المجتمع المدني كما جمعيات. احنا نحكو على الشباب اللي اختار الفعل في داخل الوطن، ما نحكوش على اللي خير او اختار انه يتجه مشارف واقع متفهمين فيه. ثبت فهمين فيه سؤالي، باش نرجع السؤال اللي قص لي احمد، خاطر القصان عندي حق. عندي الحق ما حتى انا عندي تدخل بسيط بربي فرح مش تستوى نكمل انت تدخل بسيط بالفعل. يعني توكي كان يحكي على العمل السياسي، هو تاكيد، هو جزء من السؤال اللي كنت طرحته، يعني شنو هي المجالات، هو تاكيد للفكره اللي بديت فيها انا وقت اللي حكيت على الابيض والاسود. يعني وقت اللي قلت اللي تولدوا من 72 74 كذا، التثقيف السياسي ما كانش موجود جمله. اذا كان هذا جيلي انا، معنى فما بالك بالجيل اللي جاء بعد اللي هو الشباب نتاع اليوم، يعني معدوم تماما الثقافة السياسية، ما ثمش أصلا. ربما بين قوسين الخطأ اللي وقع فيه كثير من الشباب هو أن ارتمى في العمل السياسي دون أن تكون له أرضية كبيرة، ودون أن يكون له تثقيف، ودون أن يكون له تأطير وما شابه ذلك. هذا ربما الخلل، وأكيد من خلال تجاربك الرياض في الجمعية نتصور معنا ثم دليل على هذا أو على ضده. بالضبط. هو لكن ثم حاجة اللي نحب نلاحظها زادة، اللي شباب صحيح ما عندوش تثقيف سياسي وما عندوش تثقيف ممكن كبير، ولكن ثم زوز قضايا أو لاحظناها قبل، قضايا أو قضية كبرى هي قضية فلسطين. في أي موضوع حتى كان ما عندهاش تفكير سياسي، نشكوا في الاحتجاجات، في إبداء الرأي، يعني الناس كل تعبر على فلسطين، سواء القاري المش قاري، البطال، المثقف، اللي الأمي. قبل الثورة بعد الثورة كانت بضاعة. قبل الثورة كانت بضاعة تباع، وكانت تنفيسة اللي عملها النظام السابق تنفيستين، تنفيسة في الكورة وتنفيسة في فلسطين. هذا مزوز نجم نتكلم فيهم، يعني باش
يستنزف هو كالطاقة الشبابية، ما تخرجش الطالب وما تخرجش التعارض وكذا. كانوا زوج مجالات، فلسطين القضية العربية والكورة، يعني الرياضة خلينا ما بصفة وأنسى حرية التعبير في تونس وأنسى التعددية الحزبية، لا وخبينا اللي بعد احنا خاصة ما بعد الثورة. اليوم احنا نحكم ما بعد الثورة، الثورة بعد الثورة ثم حرية التعبير قاعدين نلاحظوا فيها، ثم المنظمات اللي قاعدة تكون في الشباب، سواء نحكوا على المنظمات الوطنية ولا منظمات دولية، عديد الورشات التدريبية الهدف بتاع تكوين الشباب، خاصة ثم فترة تكوينهم في مجال المركزية والعمل المحلي، وهذه صارت عديد الورشات التدريبية، وهذا خرجت لنا يعني شباب عندهم فكرة على العمل البلدي، على العمل المحلي، على الطرق المعتمدة، على في مجال المساءلة الاجتماعية، في مجال الحوكمة المحلية، يعني ثم في عديد ولايات الجمهورية ثم حتى شبكات خلقت من شباب من الجمعيات اللي في الإطار هذا. أيضا في مجال مراقبة الانتخابات ومقاومة الفساد ثم منظمات وطنية ويعني على مستوى وطني برزت، يعني كيف نقوله في مقاومة الفساد أنا يقظ، كيف نقول مراقبة الانتخابات، يعني ثم منظمات اللي أساساً الشباب هم هم بالضبط استقبل الشباب وحققت نجاح، وحققت نجاح لحد الآن، يعني قاعدة تنشط ويعني جمعيات ترغب في مشاركة الشباب وحتى الشباب يرغب في المشاركة فيها. طيب رياض خليني نخصص في الجانب الاقتصادي والاستثمارات، ما مدى حرص الشباب على الخروج بنفسه من هذا المأزق عبر مبادرات أو خطوات فعلا؟ والله هو بالجانب الاقتصادي يعني حسب المنطقة، احنا نحكي تو الشباب على كنشوفوا الشغل بار اكزامبل الوظيفة العمومية مغلقة واحدة، يعني ما ثماش انتدابات، شنو الحل هو يا اما يحرق البر وهذا بشوف فيه برشا شباب، يا اما يشوف يعني تمويلات لانجاز مشاريع. بالنسبة للتمويلات كان نحكوا على الدولة، عديد الشباب نحكوا في منطقتنا احنا ماهوش راغب في مثلا القروض اللي بالفاض، وهذا رغم الوجود يعني بعض الفرص الاخرى، ولكن مازال نوعا ما بعض الشباب مش محبذ برشا للتوجه نحو المشاريع، ورغم اللي هو يعتبر واحد من الحلول، لانه كيف نشوف الوضع العام اقتصاديا، يا اما التجارة مع سواء مع ليبيا ولا احنا كانت هذه اصبحت في خبر كان بالضبط التجارة، علما ان التجارة موازية، رغم التجارة موازية ورغم يعني ولكن الحل الوحيد مستوى وطني، يعني قاعدين نغمضوا عيوننا اللي صار صحيح غير نورمال مو غير قانونية، ولكن مثال المفيد يعني في حاجات مش قانونية. ما زلت رياض باش نرجع معك انا في نفس الواحد، وباش نسألك سؤال اخر فيما يهم الشباب وظواهر الجنوح والعنف في الوسط المجتمعي، لكن بعد هذا الفصل.